السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا في بدايه كل فيديو لازم عليا ان انا اشكر كل واحد فيكم وقف جنبي وساعدني وشجعني وكتب لي كلمه حلوه في تعليق او عمل لايك على فيديو. انا بجد ممتن لكل واحد فيكم وبشكر كل واحد فيكم دايما، طول عمركم بتفاجئوني بكلامكم الجميل اللي بيجي لي كل يوم في التعليقات. ويا رب دايما نتجمع في الخير، ويا رب دايما تفضلوا في ظهري، ويا رب دايما تفضلوا تشجعوني وتدعموني. حق اللي ينادي جزائر يعز بلادي، عش الريس عز بلادي، حي الله بالجزائر. حق اللي ينادي جزائر يعز بلادي، عش الريس عز بلادي، حي الله بالجزائر. ورا الحراقة، ورا الحراقة. أنا اخترت على الباسبورة والميساج عن الرئيس فرح على الشيك الدبور. يا عمي دبور سلك الحراقة، نخص الباسبور تلك الباسبور إن شاء الله. عش الريس عز بلادي، حي الله بالجزائر. عيد النصر له أكثر من دلالة. أولا هو عيد الحرية وعيد الديمقراطية وعيد الاستقلال، وثانيا عيد التحدي. التحدي من تحدى للخونة. تحيا الجزائر، يحيا رئيس الجمهورية، يحيا عبد المجيد تبون، يحيا الجيش الشعبي الوطني. وشكرا للجالية التي أبرهنت في هذه المرة وكباقي المرات أنها دائما متواجدة وراء رئيسها ودولتها والمجد ولخلود شهداء الأبرار. إنها لذكرى عزيزة علينا في الحقيقة، ذكرى 19 مارس ذكرى عزيزة، فنحتفل بهذه الذكرى. أولا ذكرى ذهاب الاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة، ولكن بعد 60 اليوم، بعد 60 سنة، أكثر من 60 سنة، ذهب كل التبعية للاستعمار الفرنسي. اليوم نهايتهم 2023 نهايتهم، فنحتفل بهذه المناسبة العزيزة ونترحم على شهدائنا الأبرار. ها يا سيدي، ها فوالا، ها إن شاء الله يخدم لهم باسبوراتهم. اسماوات وانتم ماكروا الله ينحرهم. الكاين الاول هو سيطور، والزوج كاين فريد اوملاد بالبيض، والثالث كاين تقول حيا هذاك البحر هو البحر. وتحيا كاع لي فاملي راكم هنا ريسا جيري يا خوتنا ما نسيناكمش، وتحيا فلسطين. وكاين واحد وكاين واحد في وجدان صبو خالد والد كبير راه كونتر علينا الله ينعناه. فانا بالحاج كبير كاع الاول. حق اللي ينادي جزائر يعز بلادي، عش الريس عز بلادي، حي الله بالجزائر.
أكبر حميد الكل، الله أكبر حميد. حق اللي ينادي جزائر يعز بلادي، عشر ريس عز بلادي، حي الله بالجزائر. وبعد ما شفت الفيديو الجميل ده انا بجد مش لاقي كلام اقوله اوصف بيه الشعب الجزائري الطيب، ومش لاقي كلام اقوله اوصف بلد عظيمه زي بلد الجزائر. انا في نهايه الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.